سائلة تقول: فضيلة الشيخ، ما حكم دخول ما يسمى بالطفل المغولي وهو المتخلف عقليا؟ ايش المغولي عند الأطباء؟ الطفل المغولي. المغول كذا المغولي. نعم. ها وهو المتخلف عقليا على النساء الأجنبيات، وعمره أحيانا أكثر من 20 عاما، وقد يكون يميز وأحيانا لا نعرف حاله، وما الأصل في ذلك وفقكم الله؟ نعم. من المعلوم أن من أصيب عقله ليس عنده شعور ولا إدراك، فهو مثل المميز أو أقل. لكن إذا علمنا أن هذا المخبول أنه يشتهي النساء، وعلامة ذلك أنه يشخص بالمرأة الجميلة ويتبعها ويحب أن يتحدث إليها، علمنا أن هذا فيه إيش؟ فيه شهوة، فيجب التحجب عنه. أما إذا كان الشيء كله واحد عنده ولا يميز، فهذا كالصبي الذي لا يميز.